دمر يسكن حي المكاوي في الموصل القديمة في العراق. ترثي المدينة حالها وعناصر الشرطة الاتحادية وقوات الدفاع المدني تعود إليها لرفع الجثث، فلا أمل بأن يكون تحت الدمار حياة. تقارعت القوى ونجا من نجا، لكن في الركام شواهد على بشاعة حرب وكآبة حياة لم تسلم البراءة منها، ولم يرأف داعش بعزلتهم واحتمائهم بحائط. والله شعورنا، أنا المتكلم، والله أغلب المواقع أنا بكيت عليها، يعني مواقع هنا بمنطقة المكاوي، يعني والله عائلة كاملة أطفال ونساء يعني على الحائط عاد بيهم بعدها. فوالله أنا بكيت على هاي الناس. شعوري أنه أي واحد، أي بشر عنده إنسانية، نقول إذا ينظر إن هاي الأطفال اللي بعمر الورود وصافينهم على الحائط وعادميهم، والله يبكي دم عليهم. وتبكي الإنسانية انهيار قيمها وانكسار هيبة الإنسان في زمن الحروب والاقتتال، الكل إلى موت وإلى نهاية. من قضوا أمن المدينة والمنطقة بأسرها تركوا جثث ضحاياهم هنا، أسلحتهم وإن أوغلت في الدماء، فلا يزال في العراق قلب نابض، وعتادهم وإن أرهب النفوس، فلا تزال همم عازمة على أن يعود العراق ويعود أهله وأمجاده.